السؤال رقم 5. Patient with ABG shows pH of 7.33 and HCO3 of 30 and PCO2 of 50. What the interpretation? المريض تبعنا الـ ABG أو غازات الدم طلع فيه الآتي: الـ pH أو الحمودة بتاعت الدم كان 7.33 والبيكارب كان 30 والثاني أكسيد الكربون كان 50. ما هي التفسير تبعنا؟ هل يكون كومبانسيت ريسبيريتوري أو كومبانسيت ميتابوليك أو أن كومبانسيت ريسبيريتوري ولا أن كومبانسيت ميتابوليك؟ طبعا الإجابة الصحيحة هو رقم C، أن كومبانسيت ريسبيريتوري. لكن كيف اخترنا رقم C؟ نشوف. أول حاجة نجي نشوف pH. الـ pH 7.33 دي ناقصة من الطبيعي وهي في حمودة، في أسيديتي، معناها الدم تبعنا الآن في وضع بتاع أسيدوزيس. طيب نرجع نشوف إيش اللي بيخلي الدم يكون أسيدوزيس. اللي بيخلي الدم يكون في وضع بتاع حمودة هو ثاني أكسيد الكربون إذا كانت زائدة. الآن عندنا هنا ثاني أكسيد الكربون زائد، مش كده؟ وبالتالي نقدر نقول المشكلة هي respiratory acidosis. طيب نجي نشوف تاني ال HCO3 البيكارب، هل طبيعي؟ لا، غير طبيعي، برضو زايد. طيب ليش ال HCO3 زايد؟ ولأنه إحنا عندنا فكرة زمان إنه إذا زادت البيكارب الدم هيكون قلوي. ليش الآن البيكارب زايد والدم ما قلوي؟ اتذكر إحنا قلنا إنه الجسم بيعادل الحمودة بتاع الدم الناتج من مشكلة في الجهاز التنفسي اللي بسبب زيادة في ثاني أكسيد الكربون بأنه يرفع البايكارب. ليش؟ لأنه البايكارب قائدي، وبما أنه زادت البايكارب الدم هيميل إلى أن يكون قائد، فبالتالي يقوم يتعادل الوضع هنا. في الحالة دي بنسميه كومبانسيشن. ده في حالة أنه الدم يرفع البايكارب إلى أن يرجع البي اتش إلى الطبيعي، هنا نقول كومبانسيت. لكن الآن الجسم حاول يرفع البايكارب لكن لسه البي اتش ما رجع للطبيعي، فهنا لو كان عندنا خيار بارشيالي كومبانسيشن كنا نختار انه الوضع ده بارشيالي كومبانسيشن، لكن ما في خيار في الخيارات هنا بيتكلم عن بارشيالي كومبانسيشن، فبالتالي الدم لغايه الان ما حصل له كومبانسيشن. هو الجسم قاعد يحاول بزياده البايكارب لكن ما قدر يعيد البي اتش للطبيعي، فبالتالي ما في كومبانسيشن. وعرفنا ان المشكله نتيجه للريسبيريتوري، فهنا نقول ان كومبانسيتد ريسبيريتوري. وزي ما قلنا يا اخوانا لو كان الجسم زاد البي اتش ده زياده كده وصل لغايه 40 فور اكزامبل وبعد ذاك البي اتش بقى رجع لنا الطبيعي، هنا بعد ذاك نقول كومبانسيشن. لكن الان ما في كومبانسيشن. ليش؟ لانه البي اتش لسه غير طبيعي. فبالتالي يا اخوانا الاجابه الصحيحه هيكون سي، ان كومبانسيتد ريسبيريتوري كونديشن أو أسيدوزيس.